هاي سيف. الو. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. ايه كل ده؟ دي حاجاتي وده اكلي. اكلك ليه يا بابا وانت قاعد في الصحراء؟ الحاجات دي انا زارعها بنفسي. وماله؟ وناوي تقعد فين بقى ان شاء الله؟ هو ده بقى الحوار اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. خير؟ هفهمك. ممكن افهم ليه راجل غريب قاعد في خيمه في جنينه بيتي؟ عشان مش عارفه اوديه فين. لو اجر برا الكومباوند هيتاخر على الشغل وانا محتاجاه لشغلي. وانا ذنبي ايه؟ طب وانا اعمل ايه؟ شغلي هيتاثر يا فريده. جايبه لي راجل غريب في بيتي يا ساره؟ لا هو مش قاعد في البيت، هو قاعد في الجنينه. ساره انت لازم تفهمي ان انا دماغي مش فايقه خالص ان راجل غريب مجنون يجي يقعد في بيتي. مش مجنون. ليه بتقولي عليه مجنون؟ هو بس يعني عينه زايغه. السن يا نهار اسود، جايبه لي راجل عينه زايغه يقعد عندي في البيت يا ساره؟ ما تقوريش بقى، بقول لك سنه يومين بس، هما يومين صدقيني هتصرف في خلال يومين عشان خاطري يا فريده. بليز ثانك يو حبيبتي. ميرسي يا فريده. ميرسي يا فريده. وعلى فكرة أنا كمان بفكر في موضوع إننا وزينة قاعدين معاكم. أنا كمان شايفة إن ما ينفعش خالص أنت وزينة تقعدوا في الأوضة دي خالص. ألوان الحيطة بشعة والديزاين مقرف، فأنا ناوية أغير الديكور. دي إيه؟ أغير الديكور، هجيب حد يغير لي الديكور وألون الحيطة، خليها وورم كده. أوكي؟ فعلا؟ I love you. هموت واعرف بتعملي ايه. بحاول اكلم المودلز اللي كانوا بيشتغلوا مع ايمان زمان عشان يكتبوا على اللي كانوا بتعملوا معانا. وصلتي لحد؟ لا بس مش هسكت. برافو عليكي. هوصل له. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ بعدين المدرب بتاعي زقني من على المركب في المايه وقال لي لو عشت قابلني على الشاطئ، عشان كده بحب المايه جدا. انت عرفت دلوقتي ليه داليا كانت مخبياك؟ اشمعنى؟ اصل انت طلعت ظريف سبحان الله. لذيذ. طب قولي بقى ناويين على ايه في موضوع الفرح؟ اوعى تقولي المجنونه دي بتقولك مش عايز تعمل فرح والكلام ده. بالظبط كده. احنا قررنا ان احنا مش هنعمل فرح. ها؟ لحقتوا تستجوبوه ولا تحبوا اروح اقعد في العربيه شويه كمان؟ لا استجوبناه يا هانم، واكتشفنا كمان إن الهدية اللي إحنا جايبينها لك مش هتنفعك. لنا أنا مش هشرب. معتز بليز، أنا متضايقة أوي النهاردة، بطل غلاسة. مشكلتك مع إيمان مش هتتحل بالطريقة دي. يعني بقول لك متضايقه، تفتح السيره دي ليه دلوقتي؟ انا حكيت لك اللي حصل معايا بسبب الشرب. وات از ات اونلي وان جلاس، مش هيحصل حاجه. عشان خاطري بليز. أنا مش شايف حل غير حل واحد. إحنا مفيش حل غير إن إحنا لازم نتجوز. نتجوز؟ لأ طبعًا. طب أنت شايف إيه الحل؟ أنا قررت إني هنزل بيبي. أنا مش جاهزة خالص إني أبقى أم دلوقتي. وكده كده البيبي لو جه في الظروف دي هيتظلم. ترى أنت سمعتي بتقولي إيه؟ أيوه أنا فكرت كويس وأخدت قراري. ممكن تسمعي وجهة نظري الأول؟ مش هتغير أي حاجة. وعموما أنا مش هحتاجك في أي حاجة،
هتصرف لوحدي، اطمن. استاذه ترى حضرتك جاهزه؟ محتاجين حضرتك في البلاتون. تقدر تقولي ايه اللي هيميز البيكري بتاعكم؟ يعني ايه بقى ايه اللي هيميز البيكري بتاعكم؟ ايه الاسئله الكليشيه دي؟ ده ايه ده الناس دي لازم تفكر شويه، تميز، حضر اسئله كويسه عشان نعرف تسالني عدل، مش عارف اجاوبك. يا جماعه سيف قصده ان الواحد ممكن يقعد يتكلم عن نفسه كتير، والتجربه هي اللي بتحكم في الاخر، فالناس لما هتدوق هتقدر تشوف ان الكواليتي بتاعت البيكري بتاعتنا مختلفه. صح يا سيف؟ يعني يا جماعه فريده الشاذلي صاحبتي قوي من ايام الجامعه، وطبعا كاتبه معروفه، ده بيتها على فكرة اللي احنا بنصور فيه. حضر بقى الكلام كويس، يلا بقى الصور اللي بعده. جسدي فريدة انا اسفة، صدقيني الموضوع كله حصل بسرعة. ده اللي هو ازاي يعني؟ اللي هو اللي احنا اصلا ما كانش المفروض نصور هنا، كان المفروض نصور في البيكري، بس انت عارفه البيكري لسه ما خلصتش والناس لسه بتشتغل هناك، وعمال داخله وعمال طالعه وكهربائيه ونقاشين، مش هينفع اشتغل هناك ولا اصور هناك دلوقتي. ساعة واحدة. سارة أنا النهاردة عندي الميتنج بتاع إنتي، وإنتي عارفة كويس قوي أنا محتاجة الشغل ده قد إيه، فأنا محتاجة أتهبب أهدى. ألفاظ تاني محتاجة أتنيل أجهز نفسي. ساعة كل الحكاية ساعة وهنخلص. بليز ساعة. بصي سارة، أنا فكرت في موضوع إن إنتوا عايزين تكبروا الأوضة ونعيش سوا هنا مع بعض كلنا، وحسيت إن ده قرار غلط. بصي ما تفهمينيش غلط، احنا بنحبكم جدا انتي وزينة، بس قررتي تطردينا. انا ما قلتش كده. امال قصدك ايه؟ امال عاوزه تقولي ايه؟ يا حبيبتي زينة محتاجه استقرار، محتاجه تعيش في بيت تحس ان هو بتاعها. ما تتحججيش بزينة يا فريدة، انتي اصلا مش طايقاني. ما تحرفيش كلامي يا سارة. انا ما بحرفش. عموما انا كده ولا كده همشي وهاخد زينة، وما تقلقيش سيف ان شاء الله يروح ينام في البكري. يا بنتي استني. أيوة يا شيخ. أنا عايزة أقول لكم إن أنا معجبة جدا بشغلكم، وأتمنى إن أنا أقدر أضيف حاجة جديدة ليكم. أنا بصراحة عايزة أتكلم عن الجانب المشرق من الطلاق. لا يا جماعة ما تتخضوش، هي الأستاذة بس أكيد قصدها الجانب المشرف على الطلاق. أنا قصدي إن إحنا ممكن نفكر بطريقة إيجابية حتى لو بنمر بتجربة سلبية. حضرتك عايز تتكلمي عن النص المليان من الكوباية، مش كده برضو؟ بالظبط. ايه رايكم لو نعمل عمود اسبوعي عن الحياه بعد الطلاق، ندي نصايح للستات ازاي يقضوا وقتهم، ازاي يخرجوا يتعرفوا على ناس جديده. الطلاق مش حاجه وحشه يا جماعه، بالعكس انا شايفه انها احسن حاجه حصلت في حياتي. طب يا جماعه نضيق التنفس ده ماليش فيه. وانا قلت حاجه غلط؟ دي ناديه مديره التحرير بتاعتنا، الفكره بس ان اكتشاف الذات والسعاده والعلاقات مش سكتها خالص. بس انا عجباني الفكره جدا، وفعلا مفيش اي حد تاني بيقدم النوع ده من المحتوى، وانا متحمس جدا لو حابه تبقي معانا. بجد؟ بجد. متشكره قوي.